السلام عليكم خوتي، ان شاء الله تكونوا لاباس بخير وعلى خير. اليوم حبيت ان نهدي لكم مقطع تاع مقنين. انا بعتو على كل حال المقنين هذا سيكتور تاع بوغار. نحييو ناس مديه بزاف، ونحييو ناس بالدراك، ونحييو خونا وليد الرحمانيه اللي هو صاحب المقنين على كل حال، هو اللي جاب المقنين هذايا. وهاد المقنين هذا خوتنا تساهم ب 12 مليون، وتباع مريض بسومه، تباع بسومه الارض على كل حال ب 4 ملايين. خاطش مرض المقنين هدايا، وان شاء الله اللي داه يكون برالو، ولا غير ما عندنا حتى خبر عليه. هذا اللي داه ليا المقنين ان شاء الله يعيط لي، انا ما راح لي النيميرو ديالو، حتى تيليجرام ديالو نسيتو. ما دابه به اللي داه المقنين تاع بوغار يعيط لي يعطينا لي ديطاي وكيفاش راه المقنين. ما دابينا نزيد يسمعنا مقاطع كي برا هكدايا، نزيدو نطمئنوا عليه ان شاء الله يكون برا على كل حال. المقنين كان بلافونتيروج على كل حال. خاوتي نحيي خونا وليد بزاف بزاف تاع الرحمانيه، خونا شمس الدين من هاد السلافي اللي عجبوا المقنين بزاف. ونحييو كامل المتابعين، اصحاب قنوات ناصر الشايب، واهب المقنين، زيد، خونا كريم ساحلي، حسين ليون، خونا عبد الله جيلالي. المهم ليكيب كامل خاوتنا، ولي نسيناهم يسمحونا. على كل حال كل خطره انا نبلغوا تحيه للجماعه الاسطابلات بصفه عامه، اصحاب فيصل طبلاطي اللي صيدوا معاه، اللي تربوا معاه. المهم تغريد ما شاء الله خاوتنا، خليكم معاه بصحتكم.